بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم راي راح ندير لكم فيديو فيما يخص كابتر هذا اللي هو الكابتر ديال البركة ولا الكابتر تاع بي ام اش بوا مور او بالفرنسوي يقولوا بوا مور او بالعربية النقطة الأعلى الميتة. هذا هو الكابتر تاعه. هذا المستشعر تاع العمود المرفقي وشن هو الخدمة تاعه في المحرك كم تشوف فيه. وسع نبدأ بالانعاد. كان بزاف انعاد تاع هذا المستشعر كما هذا يجي في جيت لابولي تاع الفيلبركه تاع المحرك 1.6 اتش دي. هذا تشوف فيها لهنا يجي هكذا. هذه هي اللي تقرا هنايا. هاك فاش يجي هاك ولا هنا تركب لاشين. وهذه راكم تشوف فيها لهنايا هذه لارو هاي دونتيل داخل ونكوفرها بالبلاستيك. هو يقراها هذا يمد سينيال الكالكولاتور يقراها ويمد سينيال. هذا المستشعر راهو فيه بزاف انعاد كما هذا يجي في لابولي اللي وريتها لكم. كما هذا يجي في الفولوموتور هذا تاع 301 و 208 1 بوينت ايسونس تاع 3 بيستون. هذا يجي في الفولوموتور ثاني. وكاين نعت كما هذا شوف فيه ثاني يجي في الفولوموتور وكل 3 بين داخل 3 بين كما تشوفوا هكذا 3 بين. وكاين كما هكذا كل سياره وكل محرك عندها مستشعر خاص بها. احنا اليوم قاعد نتكلموا على هذا المستشعر تاع المحرك 1.6 اتش دي تاع 307 206 السيليزي 1.6 اتش دي 16 فال. هذا الخدمه تاعو هو يمد السينيال الكالكولاتور نكتب في هذا يمد له سينيال ويعلمو على لي بيستون وين راهم على لي بيستون واش من وين راهو اسكو راهو في النص اسكو راهو الفوق او راهو في الاسفل. وثاني يحدد هذا المستشعر راهو يحدد سرعة الدوران وكما قلنا يحدد الموضع تاع الفيلبركا وتاع لي بيستون وراهم باش الكالكولاتور يفتح لي زانجكتور باش يعرف قدش الكمية تاع الغازوال تاع المازوت اللي يطلقها ويعرف وش من وقت يطلقها. هذا هو الرول تاعه وهذا هي الخدمة الأساسية تاع هذا المستشعر. وهذا المستشعر يبعث منا كما راكم تشوفوا مع لي بين هنايا كاين ثلاثة. واحد تاع تريسيتي جايب تريسيتي وواحد تاع لاماس وواحد يبعث سينيال ما فيه والو هو اللي يبعث فيه سينيال باش تقراه الكالكولاتور. ويبعث إشارة قلنا يبعث إشارة كهربية الوحدة تاع التحكيم الإلكتروني اللي وريتها لكم هو الكالكولاتور. وهذا المستشعر إذا فشل لا تلف وش يعود يدير يظهروا بزاف علامات
اولا العلامه الاولى تظهر اختلال المحرك تعود فيه رعشه. ثانيا يعود المحرك يطول باش 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 ينوض. ثالثا ساعه المحرك يكون نايض وحده يطفى. هذول العلامات اللي يوروا باللي هذا المستشعر راهو تلف. تقدروا تشوفوه منا بالطونسيومتر، تقدروا تكيلوه. لا لقيتوا فيه ولا بالفولت متر، كل واحد وش يسميها، لقيتوا فيه لا عاد يخرج ما بين 200 و 1000 اوم، راهو مليح من لهنايا. جيبوا الفولت متر وكيلوه، لا عاد يخرج ما بين 200 حتى 1000 اوم، راهو مليح. لا عاد ما يخرج والو، راهو تلف. وهذا يتلف كيفاش؟ ساعات يتكسر لهنا، وساعات كي يعود ما يمدش واش تلقاو؟ تلقاو اوساخ لهنايا، اوساخ. هو يهز كيفاش يقولوا، يهز الحديد ثاني، خاطرش فيه الداخل ذكير، حاجه تاع حديد راه يهزها هكذا، كون دير هكذا يهزها، يهز هذاك الاوساخ تاع الحديد ويعود يمد في سيريال غالط الكالكولاتور. مالا ديما نوصي الميكانسيا كي يجو قد يبدلوا لاشين، خاطرش هذا هو يجي لاشين، ينقوه وينقوا هذه لارو، هذا ينقوا لهنايا كما تشوف، هذه الكل ينقوها بشيفونه نظيفه، ينقوها وما يمسوهاش بتورنفيس لهنايا. خوتي لاحظتوا هذو العلامات تاع الاتلاف تاع هذا المستشعر، واش دير؟ اولا لازم تنظفوه، ثانيا لازم تكيلوه بالفولمتر، وحاجه اخرى ثانية، هذا المستشعر راوي يحدد سرعه الدوران تاع الفيلبركان، ويحدد الموضع تاع الفيلبركان وين راهي، راهي لتحت راهي لفوق، ويعطي الاشاره كما قلت الكالكولاتور. هذا هو الخدمه الاساسيه تاع هذا. في الاخير خاوتي نقول لكم ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الفيديو، ونقول لكم رمضان كريم، وما تنساوش تابونيو في لاشان حميد ميكانيك باش يجيكم كل فيديوهاتي. وان شاء الله في الفيديو الجايه راني راح ندير لكم فيديو على هذا الكابتر، هذا كابتر تاع الارباكا تاع المحرك 1.6 HD. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.